مسلم الأصل أن يتعلم اللغة العربية. مسلمٌ بندسي عربي رجل يتعلم اللغة العربية بالقراءة، يقرأ كثير، يقرأ. نعم. العرب رجل اللغة فوق معاني إيه ويسمع معاني كريدو ويكتب معاني سيبه. حتى التليفون يغير للغة العربية، لا ينظر إلا إلى العرب. اللغة العربية هي أجمل لغة. لغة القرآن، لغة أهل الإسلام. نعم. فالآن المساجد، الأماكن هذه لابد أن نجعلها في تعلم اللغة، لأن الشريعة لا يمكن نتعلم الإسلام إلا بتعلم اللغة العربية. مسجد